هي انتقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعمل اجتماع امبارح عشان يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، ده في حضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. رئيس الوزراء بدأ اجتماعه بالإشارة إن الحكومة بدأت تطبق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد وبتستعد لبداية التشغيل التجريبي في محافظة الأقصر بعد ما تم التأكد من كفاءة وفعالية تطبيق المنظومة قبل انطلاقها. قالت كمان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إننا أخذنا بالنا كويس من ضرورة الاستفادة من جميع الخطوات والإجراءات اللي تم اتخاذها خلال تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، وإن تطبيق المنظومة في محافظة الأقصر هيكون أفضل في المرحلة التجريبية اللي هنبدأها، وده طبعا نظرا للخبرة اللي اكتسبناها خلال الفترة اللي فاتت.